السيد والي ولاية الواد لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة. بسم الله الحضور كل وطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بلادنا نذكر السيدات والسادة الحضور أن برنامج اليوم الدراسي مقسم إلى جلستين. الجلسة الأولى تتضمن ظاهرة المخدرات. إن الجزائر كغيرها من الدول انخرطت منذ البداية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية لمكافحة المخدرات، والتزمت منذ عقود من الزمن بالتصدي لهذه الآفة من خلال عمليات متعددة ترمي إلى تجديد أو تجنيد كل الطاقات وفواعل المجتمع وتوفير أكبر قدر من الإمكانيات قصد الحد من انتشارها وتجفيف منابع تدفقها، كما تم تعزيز المنظومة القانونية الوطنية والأمنية والقضائية بهدف سد كل الفراغات وتوفير كل الآليات اللازمة لردع عصابات المخدرات سواء في الجانب الموضوعي أو الإجرائي. التشريع الجزائري في معالجة ظاهرة المخدرات والتعديلات الجوهرية والمتميزة التي أتى بها التعديل 23/05 والذي عرف مشاركة مميزة يعني في تحضير هذه التعديلات لكل القطاعات التي لها صلة بموضوع مشكلة المخدرات وإدمانها، فضلاً على المقاربة الأمنية لمكافحة المخدرات وسبل الحد من انتشارها. في برنامج السيد رئيس الجمهورية يعتبر أن المريض مهما كان يتوجب علينا مرافقته والتكفل به مهما كانت الحالة التي وصل إليها، وعزيمة الدولة مادياً ومالياً حاضرة للتكفل به. في هذه الحالة أعتبر أن بعض من المدمنين هم مرضى، ولذلك كانت صياغة القانون نفسه عندما ناقشناه في مجلس الحكومة كانت تأخذ بهذه الجوانب التي تتدخل فيها وزارة الصحة. نحن لا نؤمن بأن كل المدمنين هم من المنحرفين، ولكن هناك منهم ضحايا ويجب التكفل في مجال الصحة. جميع القطاعات شاركت في إعداد هذا القانون، هو ثمرة مجهودات أضفت إلى اتخاذ أو انتهاج مقاربة وقائية قبل المقاربة الرضعية. هناك نظرة علاجية أصبحت الجهات القضائية تتبناها من أجل محاولة معالجة المدمن على المخدرات قبل أن نذهب إلى الرضع. نحاول قبل ذلك أن نوأد هذه الظاهرة في مهدها حتى لا تتفاقم، لأن مستهلك قد يتحول إلى تاجر مخدرات، وهنا تختلف المعالجة القضائية.